هذه أوروبا التي طالما صدعتنا بتقدمها وإنسانيتها تورطت بحرب وحشية وتسير نحو زوالها بنووي بوتين. وإذا طالت الكارثة النووية أمريكا فلا ضير، فلطالما تجبرت على العرب وسامتهم كل أنواع الضيم والحروب. أما نحن العرب فبعيدون ولا خطر يحدق بنا. ربما سمعت هذه الأقوال مراراً وتكراراً مؤخراً، لكن ما حقيقة هذه الأقوال علمياً وجغرافياً في حال وقعت الكارثة النووية التي تقترب أكثر من أي وقت مضى، حيث لا حديث في وسائل إعلام الغرب ولا صوت يعلو فوق صراخ أو عويل على مصير البشر بعد أن يضغط بوتين زر السلاح النووي؟ خاصة وأن تطمينات أمريكا بأن لا مؤشرات على إجراءات حقيقية لإطلاق الصواريخ الذرية وغمز روسي من باب أنها لن تستخدم النووي إلا بموجب ما تمليه عقيدتها النووية، تعود لتنقلب عليه الأطراف نفسها بالترويج لكل ما يشي بالرعب المقبل، مع استعداد بوتين اليائس المتزايد لتصعيد الحرب في أوكرانيا بعد سلسلة من الهزائم المحرجة في ساحة المعركة، بما في ذلك خسارة مدينة رئيسية في دونيتسك وأحدث الانتكاسات في منطقة خيرسون. إرهاصات نووي. يكفي أن نقلب بين أخبار الصحف والتلفزات ووسائل التواصل لنرى هنا قافلة أسلحة نووية روسية تتجه نحو جبهة أوكرانيا، بينها قطار رعب ذري تديره الفرقة النووية السرية التي تدير عشرات من مرافق التخزين المركزية للأسلحة النووية والمسؤولة عن الذخائر النووية وتخزينها وصيانتها ونقلها وإصدارها للوحدات. ونشاهد هناك غواصة بلغورود الروسية النووية الضخمة قد اختفت من قاعدتها الرئيسية في الدائرة القطبية الشمالية في ظل أنباء عن توجهها نحو البحر الأسود حاملة لأحدث أسلحة يوم القيامة النووية، ما ينبئ ربما بقرب إطلاق توربيد بوسيدون الملقب بسلاح نهاية العالم بهدف ضرب كل أوروبا بأمواج تسونامي مشعة قاتلة. كما أن الغواصة تحمل أيضاً غواصات صغيرة مصممة لتنفيذ هجمات نووية على البنية التحتية تحت البحر. كما نستمع لتحذيرات حلف شمال الأطلسي الناتو بأن بوتين جهز صاروخاً نووياً يريد تفجيره على حدود أوكرانيا في تأكيد لعزمه استخدام النووي على نطاق أوسع واختبار ردة فعل الغرب. أما رئيس الشيشان حليف بوتين الوفي رمضان قاديروف فقد همس بأذن رئيس روسيا أن يستخدم أسلحة نووية محدودة القدرة في أوكرانيا قبل أن يسارع الكريملين ليقر بأن النصيحة وصلت وبوتين الذي بدأ يدرسها. ولم يفت تلفزيونات الروس أن تبدأ التمهيد لضربة نووية في أوكرانيا عبر بث سلسلة تقشعر لها الأبدان من صور توثق ما يمكن أن يحدث في حال نشوب صراع نووي. وهناك في أمريكا وصل الحد بصحفها أن تحدد تماماً مكان سقوط قنابل بوتين النووية في أوكرانيا وبينها البحر الأسود أو ضد قاعدة عسكرية أوكرانية، إضافة إلى إمكانية ضرب مدينة أوكرانية ذات كثافة سكانية قليلة أو تم تهجير أهلها بسبب الحرب. كما لم تضيع صحف ووسائل أمريكا الوقت بل تفرغت لوضع سيناريو تطورات الكارثة بالاعتماد على تسريبات استخباراتية مع إعطاء ما يبدو أنه تطمين ضمني لبوتين عبر حصر الرد الأمريكي والأوروبي بضربة عسكرية تقليدية تستهدف المكان الذي انطلق منه السلاح الذري، مع عزل روسيا اقتصادياً وتزويد أوكرانيا بأسلحة تصل العمق الروسي، في وقت تتحدث تقارير استخباراتية عن عزم أمريكا توريط روسيا ودول أوروبا النووية بمواجهة ذرية مصغرة تنهك الطرفين قبل أن تأتي أمريكا لتحصد الأرباح. هل حقاً العرب آمنون؟ مع تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام النووي وبدء تكهنات غربية حول مدى جديته،
يبدو أن هناك شعوراً غذته بعض وسائل الإعلام لدى قاطني المنطقة العربية بأن الخطر الذري سيكون منعدماً عليهم وربما محدوداً جداً في حال اندلاع حرب نووية بين روسيا والغرب. ولمعرفة مدى صحة هذه المقولات والتطمينات، لابد من التعرف على ما يقوله العلم والعلماء عن نتائج الحرب النووية أياً كانت المسافة التي تفصل العرب عنها. وبداية، لابد من عزل بعض المتغيرات مثل موقف الدول العربية من الحرب. ففي حال اندلاع أي نزاع نووي، يجب افتراض حياد الدول العربية وبقائها بعيدة عن أي اصطفافات قد تجعلها طرفاً يمكن الانتقام منه بالحرب، ما يحتم ضرورة اتخاذ موقف جمعي شرق أوسطي، لا مع هذا ولا مع ذاك، خاصة وأن التكنولوجيا النووية تقدمت كثيراً عن حقبة إسقاط أول قنبلتين نوويتين في هيروشيما وناغازاكي باليابان عام 1945، واللتين تسببتا في دمار هائل ومصرع نحو 200,000 شخص. ومن هنا من الممكن نسج سيناريوهات اندلاع الصراع النووي في أوروبا، بداية من تصور لضربة نووية قد يوجهها بوتين لأوكرانيا بحجم صغير يماثل قنبلة جربتها كوريا الشمالية عام 2017، وبلغت قوتها التدميرية نحو 140,000 طن. وفي حال إسقاطها في منطقة مأهولة، سيشهد ما يسمى النطاق الأول مقتل 90-100% من السكان على الفور نتيجة الآثار الأولية والحادة للضربة، بينما تمتد ما تسمى سحابة الفطر لتغطي مساحة قطرها 1.2 ميل مربع. وفي مناطق أبعد قليلاً يؤدي التسمم بالإشعاع النووي لمن لم يقتل على الفور إلى أعراض شديدة، بينها القي والنزيف المستمران والإصابة بالإسهال الذي غالباً ما يكون دموياً، إلى جانب احتراق الجلد وصولاً لتساقطه عن جسم الإنسان وهو على قيد الحياة، ما يجعل الموت بالإشعاع النووي بين أكثر الأمور بشاعة للإنسان. وفي النطاق الثاني للضربة والممتد على مساحة قطرها حتى 17 ميلاً مربعاً، تحدث انهيارات عدة تصل إلى تسوية مبان بالأرض، وربما مقتل أكثر من 50% من السكان على الفور ضمن هذا النطاق، وتبقى الوفيات تتتالى بكثرة بدءاً من الساعات الأولى حتى أسابيع من الضربة. وفي الدائرة الثالثة للتفجير، يصاب كل من يكون في نطاق قطره 33 ميلاً بحروق من الدرجة الثالثة وتشوهات شديدة، مع عدم القدرة على استخدام أطرافهم وبترها أحياناً. وبالنظر إلى النطاق الرابع المحدد بمساحة 134 ميلاً مربعاً، يكون التأثير المباشر بتحطيم النوافذ والانهيارات ببعض المنازل، ما يعرض السكان للموت أو الإصابة، إلا أن الموت البطيء سيكون هو الأكثر قتامة عندما تنقل الرياح المواد الملوثة بالإشعاع النووي، وهو ما قد يصل إلى مناطق بعيدة لا يمكن التنبؤ بها، تسمى النطاق الخامس، وتصيب الناس بأمراض لا حصر لها بينها التشوهات والسرطانات. وبالنظر إلى بعد المنطقة العربية عن منطقة النزاع في أوروبا، يكفي القول أن مضيق جبل طارق يشكل المسافة الوحيدة الفاصلة بين قارتي إفريقيا وأوروبا، ولا تزيد عن 9 أميال 14 كيلومتراً فقط. وتعد المغرب أقرب دولة إلى أوروبا، حيث تبعد عنها مسافة تصل إلى 20 ميلاً 32 كيلومتراً تقريباً، ما يعني أن شمول النزاع النووي أوروبا ووصوله لدولة مثل إيطاليا أو إسبانيا يعني وقوع دول عربية ضمن النطاق الثاني أو الثالث للضربة النووية. وفي حال اقتصرت الضربة النووية على أوكرانيا، فإن استخدام قنبلة نووية صغيرة يعني وقوع الدول العربية في النطاق الخامس، حيث تبعد أوكرانيا عن أقرب مناطق العرب مثل سوريا بنحو 1600 كيلومتر، أي 994 ميلاً. أما دولة مثل السعودية تبعد عن أوكرانيا 2985 كيلومتراً، أي 1854 ميلاً.
ما يجعل المنطقة العربية عموماً في النطاق الخامس المتأثر بالإشعاعات النووية على المدى الطويل. لكن ماذا إذا تطور القصف التكتيكي النووي من بوتين واندلعت حرب نووية بين روسيا والغرب؟ ما يعني استخدام القنابل النووية الكبيرة والثقيلة التي باتت قدرتها أضعاف قنبلتي ناجازاكي وهيروشيما؟ يجعل وجود البشر في أي نطاق لا يعني إلا اختلافاً بتوقيت الموت، لأن أسوأ الانعكاسات بعيدة المدى هي الدخان الأسود والغبار والجزيئات المختلفة التي سيحملها الهواء قبل أن تتركز في الغلاف الجوي حول الأرض، وبالتالي تحجب أشعة الشمس عن أجزاء كبيرة من العالم، ما يوقف الانتاج الزراعي على الكوكب ويتسبب بمجاعة تضرب الأرض. وبحسب العلماء فإن انبعاث ما يتراوح بين 5 إلى 50 مليون طن من الأدخنة السوداء، وهي الكمية التي ستأتي من حرب نووية مصغرة تستخدم فيها أسلحة نووية تكتيكية بعدد لا يتجاوز 50 رأسا، سيؤدي إلى دخول العالم في حالة الخريف النووي، وبالتالي ستحدث مجاعات تطال المنطقة العربية خلال عام واحد فقط. لكن في حال استخدام قنابل أكبر وبعدد يصل إلى 100 رأس نووي وازدياد الانبعاثات ل 150 مليون طن من الأدخنة، تصبح كافية لدخول العالم بمرحلة الشتاء النووي، ما يعني مسرح جميع من على الكوكب بمن فيهم العرب طبعاً، جراء تضرر طبقة الأوزون وبرودة مناخ الأرض لأعوام عدة، ما يؤدي لخسائر في المحاصيل الزراعية وصيد الأسماك وهلاك الحيوانات والدخول في مرحلة ما يسمى بالمجاعة النووية. وبالتالي الاحتمال الكبير جداً لاندثار كل الجنس البشري. وأنت، هل تعتقد أن بوتين سيستخدم حقاً النووي؟ وفي حال استخدمه على أي نطاق سيكون؟